هم أجلوا موضوع القاعة الشرقية بس، لكن الباقي هنشتغل فيه عادي. وأجلوا القاعة ليه؟ عشان حسن أرابيسك برضو؟ دول مش زباين عاديين يا سارة، ما هماش من محدثين النعمة والأغنية بتوع اليومين دول اللي عايزين يبهرجوا وينقرشوا وخلاص. الدكتور برهان والدكتورة ممتاز عايزين شغل بجد، غاويين فن حقيقي، عشان كده قلت لهم مفيش غير حسن وصممت. ايه اللي بيضحكك في اللي بقوله؟ كل ما بسمع اسم الدكتورة ممتاز، ده اسم غريب قوي بالنسبة لواحدة ست. أمال لو عرفت اسمها بالكامل؟ اسم باباها ولا عيلتها؟ لا، اسمها هي لوحدها، ممتاز محل. ايه؟ ممتاز محل؟ يعني ايه؟ مشكلتك يا سارة انك ما عندكيش ثقافة عامة. والد الدكتورة يا ستي كان عالم لغات، نفس التخصص اللي ورثته عنه. خد الدكتوراه بتاعته في اللغة الأردية ولهجاتها المختلفة في الهند، وعاش هناك مدة طويلة، وكان منبهر جدا بقصة شاه جيهان اللي حب مراته ممتاز محل حب لدرجة التقديس، ولما ماتت بنالها أفخم وأشهر ضريح في العالم، تاج محل. عشان كده سمى بنته على اسمها ممتاز محل. بالظبط، ممتاز محل عبد السلام. وطبعا ما كانش ممكن كل ما ينادولها يقولولها يا ممتاز محل، اختصروها كده. فهمت. الحمد لله. بس هفضل اضحك برضو. اضحك على كيفك، انا ورايا شغل، عندي ميعاد مع الجماعه بتوع القريه السياحيه. بالمناسبه مين هيعمل لهم شغل الارابيسك بعد حسن ما رفض؟ هنتهز فرصة إن حسن مشرف في السجن شوية، وهعيد المحاولة مع أخوه، وما كانش هتفق لهم مع أولاد الشرباجي بتوع شارع بورسعيد. مش بطلين، ده منجزين، هيخلصوا بسرعة. المشكلة إن الجماعة الخواجات بتوع المشروع وصلهم سمعة حسن أرابيسك، وكانوا طالبينه بالاسم. الناس دول يهمهم قوي الوقت، ولما يعرفوا إن الوقت مش مضمون مع حسن هيرحبوا بغيره. هو ده اللي أنا معتمد عليه. سلام.